بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مكان الذي ساعدنا بعد الماء يملأ الأرض. ساعدنا في مكان هذا وبقينا 5 أيام في مكان هذا. 500 ناس. 500 شخص. 500 شخص. هنا وهنا وهناك. كل هذا مكان ضيق، ولكن بقينا وكفينا 500. كيف كان الله سبحانه وتعالى يفعل أشياء هكذا؟ لا ننسى كما قلت، لا ننسى هذا ألم في قلب في قلوبنا. الحمد لله وعشينا. لعل الله، أم أسأل الله ألا يأتينا في كما أتينا أولا. هذا مكان ما كنا كما قلت الطعام، ما كنا طعام وما كنا الشراب، ولا نلبس لبسا آخر. اللبس الذي ساعدنا هذا اللبس بقينا 5 أيام، ولا غسل، ما كنا غسل، ولا صلاة. الصلاة كانت تسبيها فقط. الماء، المطر ينزل والماء في تحت كان يملأ. ما كنا مكان للخروج. كنا هناك حتى مضى 500 فقط. 5 أيام. خمسة أيام. نعم نعم. جزاكم الله خير. يعني الإخوة هنا قعدوا على سطح هذا المسجد كما ترون، يعني مكتظة اكتظاظ غير عادي. ما كنا سكر. هنا هو لمدة 5 أيام قرابة 500 شخص. كان الصلاة بتاعتهم تسبيح، وكان لا في أكل ولا شرب ولا حتى يغيروا الملابس بتاعتهم، ولا مكان النوم. ما كنا ولا مكان النوم، بس جلوس ملتصقين بعضهم في بعض. نعم. جزاكم الله خير ورمضان كريم.